محتاجة عندي كوبايتين دقيق، كوباية زبدة، كوباية سكر، 3 بيضات، وعندي كمان فانيليا وبشر ليمون وربع كوباية من عصير الليمون ومعلقة بيكنج باودر وبشر جنزبيل حوالي معلقة كبيرة ونص كوباية من اللبن ونص كوباية من المية. أول حاجة عايزة الزبدة تكون لينة، يعني دي جامدة شوية، هحطها بس في الميكرويف يعني سنة كده، إيه تترى سنة اهو بالشكل ده كده، حاجة بسيطة خالص تديني بس فكة عن كده شوية. وهبدأ ان انا اضرب البيض مع بشر الليمون مع الفانيليا، كل الحاجات المنكهات دي تخلي لي مفيش اي زفارة خالص، مع كوباية السكر، هضربهم لحد ما يبقوا كريمي خالص. استني سباتولا بعد اذنك. بصوا وانا بضرب البيض مع بشر الليمون مع الفانيليا والسكر، هنبدا ان احنا نحط المكونات الجافه على بعض، اللي هو كوبايتين الدقيق والبيكنج باودر ورشه الملح. ناخد استاذ حسين قبل ما نشغل العجان تاني. استاذ حسين صباح الفل. يا صباح الفل يا شيخ، ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ يا رب. كله كابتن برنامج الناس الجمال والناس، والله يعني ممتاز هو الاحترام والله يا شيخ. الله يخليك، تسلم. والقناه صراحه قناه يعني جميله جدا حتى في برامجها والله يا شيخ. الله يخليك، شكرا لحضرتك والله، تسلم، شكرا. نبعت انا لاخواتنا المسلمين ونقول لهم كل سنه وهم طيبين. كل سنه وهم طيبين وبخير يا رب، دايما يا رب. وعايزين من حضرتك يا شيخ بعد اذنك عجينه البيتفور يا شيخ بعد حضرتك. حاضر عنينا، حاضر. الله يخليك يا شيخ، شكرا. تسلم، تسلم. الله يخليك. الله يخليك، شكرا. بصوا احنا بقى في الوقت ده الكوبايتين بتوع الدقيق، معلقه البيكنج باودر، رشه الملح، هنحطهم مع بعض واحنا بنضرب البيض والسكر والفانيليا. بصوا كده ابتدت تبقى كريمي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. عندنا بقى اختيارين، الجنزبيل اللي عندي هتغلوه في النص كوبايه الميه وبعدين تصفوه لو انتوا مش حابينه يبقى يعني فيه قطع، او لو الناس اللي بتحب عادي ممكن ما فيش مشكله ان يبقى فيه قطع جنزبيل حطوه مبشور على الدرجه الناعمه، تمام؟ فعندكم الاختيارين دول، شوفوا اللي انتوا حابينه وتقدروا تعملوها بيه. هبدا اضرب كده هبدأ بقى احط السوائل بتاعتي. قبل ما احط السوائل بس هحط الزبده. الزبده عندي بصوا طريتها كده خليتها لينه، بصوا زي المعجون كده، هو ده اللي انا عايزاه تبقى كريمي بالشكل ده اهو، تمام. هبدا ان انا اضيف الزبده على المقدار بتاعي اهو، خدها كده بالسباتولا كلها. زي ما قلت لكم عايزين سمنه عايزين زيت، نص ونص براحتكم خالص. هبدا اضرب الزبده مع السكر والبيض والفانيليا والجنزبيل والليمون. هبدا بقى ايه احط عليهم، بصوا بقت ماسكه ازاي من الزبده. هبدا احط عليهم ربع كوبايه الليمون، نص كوبايه الميه، نص كوبايه اللبن، كل السوائل، وهبدا اضربهم كويس جدا مع بعض. هبدا بقى ايه احط عليهم المكونات الجافه،
وابدا انزل كده واخلط بقى كده كله. تعالوا بقى نلم كل الحاجات اللي مش محتاجينها كده، وهبدا طبعا المقدار بتاع الزبده دايما بيبقى ماسك عن مقدار الزيت. اي كيك هتعملوه بزبده هتلاقوا القوام بتاعه اتقل طبعا، فدي حاجه طبيعيه جدا. هجيب صينيه تكون متبطنه. الايه بيقلوش ولا ايه؟ اه والله اهو كده. نبدا كده ايه نمكس كده كله من تحت ومن الجناب، اتاكد ان كله اتمكس مع بعض. هبدا كده اجيب الصينيه بتاعتي اهو، ومقدار الكيك ده زي ما قلت لكم محتاج صينيه تكون صغيره. اهو هبدا كده اوزع، وبعدين هبدا اعمله بالسباتولا بس انزل كل المقدار اهو الشكل ده اهو كده، انزل كل اللي موجود عندي. هبدا بقى ايه اوزعه كده. طبعا لو زيت هيبقى القوام اخف من كده، فانتوا اختاروا اللي انتوا عايزينه. طبعا لما بيستوي عادي بيبقى كله طري وجميل وزي الفل، انا بتكلم على قوام العجينه نفسها بتاعه الكيك بتبقى اتقل طبعا لما بنبقى حاطين زبده مش زيت، الزيت بيبقى سايل اكتر طبعا. اهو تمام. ببدا بقى اسوي على درجه حراره 180، كل الكيكات على نفس التسويه دي 180 على الرف الوسطاني، ويكون الفرن متسخن قبليها بربع ساعه اقل حاجه يعني، وحطيناها على الرف الوسطاني. غاده صباح الفل، ازيك يا غاده؟ الحمد لله. غاده معانا؟ معانا غاده ولا ايه؟ ايوه مع حضرتك. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ كله زي الفل والله. والله حضرتك انا كل ما اعمل طريقه البيتزا بتنشف مني. حاضر هقول لك، حاضر هقول لك طريقه بيتزا حلوه جدا. عينيا يا حبيبتي، صباحك جميل. لما بتبرد كده بقوم رش عليها شويه سكر بودره، او طبعا دي حاجه يعني للتزيين لو حابين يعني تستغنوا عنها براحتكم خالص زي ما انتوا تحبوا. وتعالوا